زيادة عدد النقاط من 405 نقطة العام الماضي إلى أكثر من 450 نقطة لاستلام الأقماع. الإجراءات من السيارة السنة دي وسهلة لأن المنافس كتير. السنة دي مفيش، بنجي ساعة الزمن وبنمشي. نعلن ولأول مرة عن سعر القمح قبل الزراعة وزودناه 100 جنيه عن السنة السابقة. لما الحافز نزل شجع الفلاح ان هو يزرع غله. تكلفه القمح لما بنزرعها بتجازي مع سعر التوريد الحمد لله. والله المنظومه حلوه، كل موظف ماشي صح الايام دي. محصول القمح من المحصول الاستراتيجي اللي دور كبير في تحقيق الامن الغذائي، والدوله بتعطي له كل الاهميه والدعم. يمكن اول حاجه عملناها ان احنا نشرنا الخريطه الصنفيه اللي احنا حددنا الاصناف اللي تصلح ليه تتناسب مع كل منطقه بهدف نعظم الانتاجيه لكل مزارع وفلاح. ايضا التسويه بالليزر بتؤدي اولا الى ترشيد استخدام المياه، وفي نفس الوقت بتؤدي الى تحسين انتاجيه. الحاجه الاضافيه كمان احنا نعلن ولاول مره عن سعر القمح قبل الزراعة، وبالتالي بننفذ الزراعة التعاقدية على الطبيعة. أعلنا سعر القمح لأول مرة وزودناه 100 جنيه عن السنة السابقة، وبالتالي ده يمكن ساعد الفلاحين على أنها تزود المساحة، بالإضافة إلى التوسع الأفقي اللي أدى إلى زيادة المساحة، وصلت حوالي 3,650,000. ده إن شاء الله بتوقع المحصول يصل إلى 10 مليون طن. ايضا الحافز الاستثنائي اللي وجه به فخامه السيد الرئيس نتيجه لظروف بهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري. ايضا توجيهات دوله رئيس الوزراء ان احنا نسدد فورا للفلاح والمزارع قيمه القمح اللي بنستلمه في جهات المسوقه التابعه لوزاره التموين لحد اقصى 48 ساعه. اول سنه السنه دي الدوله تحدد سعر القمح قبل ما يزرع. اول سنه اللي هيورب بنفسه ياخد 885 جنيه اظن. والقمح ما بيحتاجش لا عزيق ولا بيحتاج اي شيء، بيحتاج 3-4 مرات ميه على الاكثر، يعني سعر فعلا مجزي للفلاح. جابوا لنا الليزر، سولنا الارض من قبل ارشاد، وجابوا لنا الستاره، زرعنا بالستاره على مصاطب 120 سنتي، وفرت لنا بنسبه 30% من الري، ووفرت لنا بنسبه 20% من التسميد. الميكان الزراعيه موفره للفلاح دلوقتي الامكانيات شويه، التصليح بالليزر، الحرت بالميكانة الزراعية بيساعد، التصليح بالليزر بيساعد على الري وبيوفر الري، بدل ما تسقي الفدان في 4 ساعات بتسقي في ساعتين. الدولة وفرت لنا كل حاجة دلوقتي بالنسبة للايه؟ للتقاوي والأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي. ادونا سعر القمح قبل الزراعة، قال لك ب 820، وادونا 55 جنيه حبس توريد، وادونا 15 جنيه بدل نقل، واحنا واقفين ورا الدولة هنورد القمح للدولة. مديرية الزراعة دعمونا، موفرين التقاوي بجميع الأصناف من بدري، أسعارها في متناول الجميع، وأنا واحد من ضمن الناس ملتزمين. مش هنورد 12 لب زي ما بتقول للوزارة، لا هنورد كامل الإنتاج، مش طبعا في الحافز، لا، لأن ده هيترد لنا عيش. السياسة العامة للدولة محافظة على الاحتياط الاستراتيجي لكافة السلاح، وخاصة وإحنا في موسم القمح ل2022 كان مهم جدا، ضرورة توريد على الأقل 12 أردب على كل فدان، وده يمثل ثلثين المتوسط العام لإنتاج الفدان. النقطة المهمة الثانية تنظيم عملية التوريد، سواء بالنسبة للمزارع يستطيع إن هو يحصل يورد حاجته بس يكون معاه الحيازة ويتحرك بأي وسيلة نقل ويقدر يوردها في أقرب شونة أو أقرب مفرش أو أقرب صومعة أو أقرب بنكر له. تم زيادة عدد النقاط من 405 نقطة العام الماضي إلى أكثر من 450 نقطة لاستلام الأقماح. قلنا الدفع فوري أو لحد أقصى 48. الحمد لله ولابد أن نشكر وزارة المالية بتوفيرها كافة الاعتمادات. حتى هذه اللحظة احنا صرفين حوالي 5.5 مليار جنيه في العشرين يوم الماضيين. سيادة الرئيس وجه بحيث يتم زيادة 50 جنيه للفلاح، وكذلك تتحمل الحكومة ممثلة في وزارة التموين النقل بمعدل 15 جنيه
للأرداب. بدل ما مثلا كل فلاح يبقى معاه 3 ردب او 4 ردب يتكلف عربيه، فبقى فرد واحد بس هو اللي واخد الكميه دي بيوردها عن فلاحين. سعر القمح بقى كويس ونسبته كويسه، ان حتى يساعد الفلاح على تكلفه زراعته وضمه ودراسته. بنقوم بلم التجميع من الفلاحين عشان نريحهم في مكان واحد، بنجمعه في مكان ونحمله في العربيات وبنجيبه هنا. بتخش هنا البوابه عند اللجنه، هنا اللجنه في خلال ساعه او ساعه ونص بتكون العربيه دخلت مكان التعتيق جوه. الاجراءات سهله خالص، بنجيب حيازه الفلاح وبنورد بالحيازه وبرقم البطاقه القومي. الارداب غالي عن السنه اللي فاتت 165 جنيه، عامل اساس ان خلى الفلاح يزرع كميه اكبر. تكلفه القمح لما بنزرعها بتجازي مع سعر التوريد الحمد لله. اجراءات 10/10، 100/100، وتعامل حلو وناس حلو. بنخش نسجل على البوابه وبنفرز ونخش نوزن ونعتق ونطلع. الاجراءات مسيره السنه دي وسهله لان المنافس كتير. فرق جامد من السنه اللي فاتت للسنه دي. السنه اللي فاتت كنا بنروح ننزل في العرب بنقعد باليومين والثلاثه، هنا برضو عربيات بتيجي من محافظات ثانيه كانت بتيجي تعتق هنا بتعطلنا. جيت على الفرز، فرز وما فيش مكملش ربع ساعة. بصراحة السنة دي أحسن من عم نول، رايق خالص، 10/10 والله. السنة دي الدولة عدت حافز زيادة وخلى الناس زرعت غلة كتير السنة دي، والمحصول حلو السنة دي. كل الناس اللي عندها غلة بتجيبها، ما حدش بين حاجة. السنة اللي فاتت كانت الصوامع كانت قليلة، السنة دي كتيرة فما فيش زحمة. كل الأول بنيجي نبات بره هنا باليومين، السنة دي ما فيش، بنيجي هي ساعة زمن وبنمشي.